كل جهودي معكم يا قردة. إن رائد خلايا أجهزة مخترقة. لما كنتم تفكرون؟ قدم أنت أحضر الهام أخبرني من هو. كنت وأنا أولهم. وماذا كنت تفكر؟ تعلمت ما قلت من لذة والشراب. إني فكرت في الإنسان. ذلك الذي استراح من غمة مأساته. والنقل إلى هؤلاء كانوا مسلمين الضحك مثل تماثيل الشموع التي توضع لعرض الأزياء على واجهة المتاجر. وفتشت عني. أخرج! أخرج! أنا أتبقى! 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 أنا كنت وأنا أولهم. وماذا كنت تفكر؟ تعلمت ما قلت من لذة والشراب. إني فكرت في الإنسان. ذلك الذي استراح من غمة مأساته. والنقل إلى هؤلاء كانوا مسلمين الضحك مثل تماثيل الشموع التي توضع لعرض الأزياء على واجهة المتاجر. وفتشت عني. رياح السموم تحاصر عالمنا المرهق وتقطع حبيبات الرمال. وآن التفتنا وجدنا الدجى محرقا يهدده ضياع المآب. وإنسان هذا الزمن البئيس يمارس أشياء لا معنى لها يستغل أفكاري كالأتوبيس الحفرة المرجعة.